السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في القناه ديالي كريمه كويزين، مطبخ كريمه. اليوم جيتكم بوصفه شباكيه، قلت علاش ما نشاركهاش معكم. جات على هذا الشكل، هذا جات رائعه جدا ورطبه وشيشه مشبكه. جربوها وقولوا لي في الكومنتير واش عجبتكم ولا لا. كنتمنى الوصفه ان شاء الله تنال هي اعجاب ديالكم، ودائما تتابعوا معايا الفيديو للاخير باش تكتشفوا كل مراحل وصفه تنجح معاكم ان شاء الله من المره الاولى. خليكم على المقادير طريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. للمقادير غادي نحتاج كاس مملوء من الزنجلال او السمسم اللي محمر ومطحون مزيان، كاس مملوء من اللوز اللي طحنته بقشوره، كاس عامر ما بين الزيت البلدية وزيت المائدة، كاس عامر من الزبدة اللي ذوبتها من قبل على نار مهيلة تحصلت على هذا اللون البني نوازات، نصف كاس من الماء تاع الزهر، 3 ملعقات كبيرتين من الخل، ملعقة كبيرة من الكركمة أو الخرقوم، ملعقتين كبيرتين من حبة حلاوة، ملعقة كبيرة من القرفة، كيس تاع خميرة الحلويات، ونص ملعقة صغيرة من الملح، والزنجنان اللي هو على التحضير في آخر الفيديو ديكوريو بالشباكية. هنا الزنجنان محمر شريته أنا محمر، لما كانش عندكم محمر حمروه في صهدو في شي مقلة شوية باش تحمر لكم شوية وطحنوا مزيان. الدقيق الأبيض اللي غنقول لكم شحال استعملت، وغنبداو على بركه الله. غنبدا بالمكونات اللي هما اللي ناشفين، هنا هذا اللوز، هذا الزنجلان، اللوز ملعقه كبيره من الخرقوم، نقول لكم ملعقتين من حبه حلاوه، حبه حلاوه سي لاني سباخ، ملعقة كبيرة من الخرقوم، رشيشة الملح. وغدا نتبع ليهم كاع المكونات لي ليكيد، غدا نخلط ومن بعد غدا ندير الدقيق من فوق وغدا نوريكم. هنا حصلت على خليط على هذا الشكل، ودابا خديت نص كيلو من الدقيق الابيض اللي غربلته جلي بيان تاميزي، ودرت معاه خماره الحلوه حتى هي مغربله، وغادي نخوي عليه ونخلط، ولا لا خاصني غنزيد ولا ما خاصنيش غنجمعو وغادي نخلطو بالماء. حصلت على هذا الشكل اللي هو مرمل، ما درتش نص كيلو كامل، درت تقريبا 4 الكيسان عامرين تاع الدقيق، وشاط ليا هذا الشيء. ودابا غادي نخلط بالماء بالكاس ونقول لكم شحال استعملت في العجينه. غادي نخلط بالماء، غنزيد الماء وغادي نخلطه ونرجع لكم باش نقول لكم شحال احتاجت. انا خلطت العجينه البنات وجاتني على هذا الشكل رطبه، فوالا. فينالمون الدقيق بقيت نزيد، بحال درت 750 غرام، قاليا هاد شويه هذا خلي جمعت به الدقيق، جمعت الدقيق بالمكونات والماء، احتاجت الماء دافي، خديت كاس بحال هذا والنص ديالو باش جمعت لي العجينه. دابا غادي نقسمها وغادي نخليها ترتاح شويه ونرجع لكم ان شاء الله. انا قطعتهم اون كات باتون، ودابا درت سرحت الورقه وتنيت وحده الفوق وواحده من هاد الجهه، ودابا غندير ليها على بحال هكا وغنخشيها في الميكا كيما غادي ونخليهم يرتاحوا. هادشي اللي غندير مع هادو، ومني غنبغي نسرحهم غنولي لكم. قلت نوري لكم راني سرحت، درت شويه دقيق من التحت سرحتها. انا غنطويها هنا، سمحوا لي عادي كنفيلمي بايد واحده، هاد نكاد من بعد على جوج على هاد الشكل هذا، ونخشيها في الميكا. ترخفوا ليا لي بات، ودابا سرحتها، درت شويه دقيق من التحت وسرحتها درت ليهم بهاد ديال الشباكيه. وغدا عندي طريقات بزاف، دابا غنوريكم هاد الشكل هذا، وعاد طريقه عندي 3 طريقات باش نوريكم كيفاش كنلويو الشباكيه.
هذوك الشرائط خدت خمسة منهم، درت واحدة على واحدة وبيناتهم درت شوية دقيق، وغدا نقطعهم وهنوريكم. حلكة درت خمسة ايطاج باش تشوفوا، وغدا نقلبهم وغدا نقرص من هنا ومن هنا، غدا نزير عليهم وغنحلهم بموس. ها زيرت عليهم من جناب، جوجات غيكونوا في الجنب وهذيك الوسطانيه تبقى بحال هكا. يا سيدي شويت على هذا الشكل. هذا الوصفه الاخرى، غتاخذوا هذيك لا بوند، غادا ديروا جوج صبعان بحال هكا، وغتزيدوا الثالث هنا، غتدوروا على لا بروميير فوا، غديروا صبحكم الصغير بحال هكا وتقطعوها. غترجعوا غتعطيكم شكل بحال هكا. نحط الزيت هنا نعاودها معاكم. جوج صبعان اللي هما مغطين، الثالث هو هنا، غدوروا المره الاولى وغتوصلوا تزيدوا الصبع الصغير وغدوروا عليها. تلصقوها من الجناب وغتعطيكم هذا الشكل هذا. فوالا، وفي بالموس هاد لا بارتي دو ميليو غادي ديروها تفرزوا على الخلطة. ولا غدا نوريكم الشكل الاخر. ها الشكل الاخر، غدا تاخدو كاس، غدا تلصقو لا بوند، غدا دوروها ها لا لا بخومي تور، ابخي توصلو دوزيام تور وتوصلو. سمحوا لي جبتو يد وحده. فوالا، وغدا هادي نحيدو. وغنحيد الكاس وغادي نلصقها. وبالموس ثاني ديروا لها حلقه. كل اللي كيبغي شباكيه تكون صغيره تكون كبيره، على حسب كيفاش نتوما اش كتبغيو. هنا كنوري اللي يلا بادين باش تجيهم سهله، تعطينا هذا الشكل هذا. ولكن خصكم تمسكوا ديروا مزيان، تبركوا عليها بزاف. فوالا، نوريكم الطريقه العاديه. الطريقه العاديه انا سرحتها مزيان، نحيد الجناب هاد لي شويت هادو، غنديرهم تاني في الميكا يرتاحو تاني مزيان ونستعملهم تاني منلوحهمش. نعطيكم ها موديل. هنا غدا ندير وحده جوج ثلاثه ربعه الخمسه لا سانكيام، غدا نقطعها بحال هاد الشكل. كاين اللي كيدير ثلاثه شرائط اللي يلا بادين ما كيستعمل ما كيعرفوش ليها مزيان. انا هنا كي كندير ليها كندير واحده الفوق واحده لتحت ثالثه تاني الفوق بحال هكا. فوالا، وغدا نلصق هادي مع هادي وغنقلبها غنوريكم. وهادي الفوق سال دو ميلي الفوق والثالثه الفوق، وتلصقي هادي مع هادي يابخي كتقلبيها. انا غنوريكم هكا. ها وحده الفوق دوزيام الفوق اي ثروزيام الفوق، هما شتو ثلاثه هادي غنلصقها مع الجنب هذا، وغدا نقلبها الحله فوالا، وكتجي على هاد الشكل هذا.
ولكن لا جاتكم صعيبة كونتينيو افيك لي بوند طوال هنا غنبدا نقلي فيهم غادا نوريكم البنات. لا جاتكم لاباط غليظه كاينه لا ماشين تقدروا تستعملوها بحال مثلا تدخلوها هنا وتخرجوها في النمره الرابعه اون بروميير و ابري ستا بيت توصلوا على لاباط لي جاتكم مزيانه ما خصهاش تكون غليظه بزاف. ملي شبكتهم دابا درت الماء الزيت يسخن ودرت الشباكيه ديالي تحمر ليا شي شويه ونغطسها في العسل. نزيد نوريكم اسخن الزيت سخون حاولوا ما تحطوهمش وحده على وحده باش ما يخسرش ليها لا فورم ديالو. ملي كيبان ليا بدا كيتحمروا كنقلبهم في الاول كيهبطوا لتحت ومني كيطلعوا لفوق راهم بدا كيشد فيهم طياب. ملي غنحيدهم غنطفيهم في العسل كما قلت لكم على هذا الشكل. ملي يخرجوا لكم ذهبين شويه تحيدوهم حيت بغا يزيدوا يوليو حمرين مع العسل هنا وما تبركوش عليها ديرهم فوق منا بحال هكا لا وركنا عليها كتخسر ترسو. هاني حيدتها من العسل ودرتها في الشبكه باش تسقطر ليا ودرت عليها شويه زنجلان وهي جات الشبكه وهشيشه باقي الاخرين كيطيبوا وهادو في العسل. ومني نكمل الطياره نوريكم التحضير طريقه التحضير. احنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو جات على هذا الشكل جات رطبه مجعبه وفيها العسل لداخل. جربوها وقولوا لي واش عجبتكم ولا لا. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو ليا الفيديو وتابونيو معايا ضغطوا على الجرس الاحمر باش يجيكم الجديد. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.